دانا رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم الخطة الأمريكية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا الحكومة إلى رفض الصفقة التي تتضمن تنازلا عن الحقوق العربية والإسلامية وفق تعبيره. ودعا الغانم في بيان تلاه أثناء جلسة المجلس إلى موقف رسمي عربي وإسلامي ودولي رافض لهذه الصفقة التي وصفها بالخاسرة، كما وشدد على أن موقف أعضاء المجلس من هذه القضية سيترجم في اجتماع طارئ لاتحاد البرلمانات العربية سيعقد في العاصمة الأردنية عمان يوم السبت المقبل.